ومن رئاسة الوزراء إلى وزارة الإعلام، حيث احتفلن العاملات بالحقل الإعلامي بالإذاعة والتلفزيون باليوم العالمي للمرأة وسط حضور وزيرة الإعلام مادلين ألينغي وبمشاركة كبيرة من بعض إداريي ومسؤولي وزارة الإعلام. زمزم طاهر عاشور. العاملات بوزارة الإعلام احتفلن كغيرهن من نساء البلاد بعيد 8 مارس، وهو ما يعرف باليوم العالمي للمرأة دورة 2017، وسط حضور كبير من العاملات بوسائل الإعلام الثلاث: التلفزيون والإذاعة ووكالة شادية للأنباء والنشر، حيث قدمت بهذه المناسبة العديد من الخطابات، أولاها خطاب رئيسة اللجنة التنظيمية للاحتفال السيدة خدينة عمر جبريل، التي أكدت في خطابها بأن المرأة في وزارة الإعلام تلعب دوراً كبيراً في دعم وتقوية العمل الإعلامي في البلاد. بعد 7 أيام مليئة بالأنشطة المختلفة التي صاحبتها الأسبوع الوطني للمرأة الجادية، والذي جاء تحت شعار احترام حقوق النساء والفتيات، تهدياً كبيراً من أجل تحقيق التنمية المستدامة. لا شك إن هذا الموضوع قد حظى بمداخلات ومناقشات عديدة مثمرة من كافة شرائح المرأة الشادية، وقد أكدنا ضرورة احترام حقوقهن التي يتمكن من وصول إلى أهداف التنمية. من جانبها، وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة السيدة مادلين ألينغي في خطابها هنأت نساء العاملات بوزارة الإعلام على وجه الخصوص ونساء تشاد على وجه العموم، مسمنة جهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيدة البلاد الأولى هندا ديبي إتنو وسعيهما الدؤوب من أجل ترقية المرأة التشادية ولعب دورها الريادي بجانب أخيها الرجل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. هذا وقد حضر هذه المناسبة العديد من المسؤولين في الإدارات المختلفة بوزارة الإعلام، وانتهت المناسبة برقصات وتناول المرطبات وألعاب فولكلورية.